هاي بيبيز، اول حاجه غادي نبارطاجيها معكم هو هذا لو باك هذا اللي الله وصلني ديال لي بارفان من واحد البراند سميتها غوزيل بوينما. وما غاديش تخيلوا نهار عرفت الباك غادي يوصلني بقيت سو اكسايتد باش نشارك معكم لي بارفان اللي فريمون خطيرين. عتو البنات راه ما يمكنش حل فنين كيحمقوا بزاف، انهم خصوصا دايرين واحد البرومو واعر فيه 12 بارفان بالثمن ديال 300 درهم. نتوما كتعدلوا البارفان اللي بغيتو، نورمالمون هما 8 ديال لي بارفان كيكون كيديروا 300 درهم، ولكن دابا دايرين دي برومو زوينين اللي منهم هو هذا اللي ذكرت لكم دابا اللي هو كنشاركوا معكم دابا نيت 12 بارفان غير ب 300 درهم. كنعاودها وكنكرر لحقاش الكاليتي البنات راه ما يمكنش تضيعوه مزال بحال هادي، ولا ليفغازون غراتويت بارتو او ماروك وما غاديش تندموا انا متاكده. سو بيبيز دابا غادي نبارطاجي معكم لي بارفان اللي الله حليت معكم الباك ديالهم. فريمون هادو احسن دي بارفان غادي يوصلوني من شي سيت، فريمون عتو الريحه ديالهم خطيره خطيره خطيره، شنو هي ديك كتحمق راه فريمون جادور. الحاجه اللي زوينه هي انهم دايرين عروض زويونه، دي باك لي فريمون واعرين، دي باك لي بري ديالهم ريزونابل. بحال دابا هذا الباك هذا اللي الله وصلنا اليوم فيه 12 بارفان وداير غير ب 300 درهم، دونك راه الحاجه اللي ما كتدخلش للعقل. الزوين هو انه كما كتشوفوا البارفان كيوت، يعني يمكن لكم تهزوها معكم حتى في الساك. راكم عارفين دابا حنا البنات كيكون ساك غير صغير ما كتقدريش ديري فيه هكا شي ريحه كبيره، دونك بحال دابا هاد الروايح كيجيو زويونين هكا في الساك، يعني كتهزيها صافي كتحط في الساك ديالك. لكن شي حاضره فشي بلاصه ما كتجيش شي بارفان اللي هكا كبيره، يعني كتهزيها صافي اختي ماشي فيك حد وكتجمعي وطوي. باغ اكزومبل انا هاد البارفان هادي 202 هادي راها جود جير، عتو راه ما كاينش الفرق ما بينها وبين جود جير. انا من قبل ملي وصلنا الباك انا وماما واختي جالسين كنتقاتلوا على الروايح، الاخرى كتقول لك انت هادي لا الاخرى كتقول لك انا هادي، ولا اختي عشي حماقت على الروايح ما يمكنش. انا اختي من النوع اللي عزيز عليهم الروايح، يعني هي معروفه ومولوعه بالروايح. هادي 202 انا غنبارطاجي معكم لي ريفيرونس لي كاملين نزلتهم اوف كورس، وصراحه راه ما كاينش فرق ما بينهم وبين الاوريجينال، راه كنبغيو نضيعوا فلوسنا صراحه. شوف البنات راه او ماي جاد. ثاني وحده كاينه هي هاد بواسونغور لا ريفيرونس 219. نتوما راه الا كنتو ديجا عندكم شي بارفان وتسالات ليكم وما كانش عندكم زعما كا بيوجي باش تاخذوها وكيكون الثمن ديالها طالع، راه كاين لي بارفان كاملين انا غنخلي لكم الكتالوج هنايا، وعزلوا اي بارفان كنتو باغيين منين تكومونديوهم يعني ب 300 درهم. كتعزلوا 12 بارفان الاختيار ديالكم، يعني ماشي هما اللي كيختاروا لكم، نتوما اللي كتعزلوا داكشي اللي بغيتو. هادشي اللي زوين 229 هادي ايدول لانكوم، صراحه حتى هي خطيره ميم كنحس راهم كيلصقوا. انا قبيله جالسه كنتيستي هنا كنتيستي هنا رشيت هنا رشيت في شحال من حاجه في يديا، عرفتوا الريحه والله الا دابا مازال انا ما كنبغيش نحلف، انا شخصيا ما كنبغيش نحلف على الحاجه بحال كنبان انني غير كنزيد فيه، ولكن اقسم بالله البنات لي بارفان راهم خطيرين خطيرين. البنات اللي عزيز عليهم لي بارفان انهم تكونوا غاديين والبارفان ديالكم تكون بحال كتمثل الشخصيه ديالكم، خصوصا البنات اللي كيبغيو يكون عندهم هكا شخصيه قويه يكونوا فاردين راسهم في المجتمع، كنصحكم بهذا البارفان. هذه 228 ديال ماي واي طريق ديالي، اصلا غير من السميه ديالها راها this is my way. غديروا هاد البارفان غادي تمثل انكم نتوما كتختاروا الطريق ديالكم، يعني ما كاينش شي واحد اللي غادي يبقى يسير فيكم independent woman. هادي 208 هادي لانتيردي، راه لي ريفيرونس انا اللي كنبارطاجي معكم هادو اللي عزلت انا، نتوما اوف كورس تعزلوا اي ريفيرونس كنتو باغيين. فريمون البنات خطيره عتو راه او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد كلهم زوينين. انا مقبله وانا جالسه كنرش لا ريفيرونس ديالها 205 هادي سكوندال. عتو والله ما كاين الفرق ما بينها وبين سكوندال ما يمكنش. او ام جي ما يمكنش خطيره البنات. انا راه صافي ان لوف سكوندال 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 فهاد لا ريفيرونس هي 205 البنات عقلوا عليها راه خطيره امبوسي. مكتوبه هنايا فور وومن وانا غنوريكم فور مان، زعما كلكشو باغيين تاخذوا خوكم باباكم خطيبكم يور بوي فريند يور هازباند
وين راكي عارفه تخدلك ولا عزاز عليك فور مي. هاد لي ريفيرونس لي بارطاجيت معاكم دابا هادو ديال اختي وديالي. المهم البنات اللي عندهم هكا بحال ستايل ديالي يعني كيعجبوهم الحوايج اللي كنبارطاجي معاهم وداكشي. المهم هاد الفايب كامل ديال هاد الروايح وديال هاد لي ريفيرونس راهم كي بريزونطيو البنت اللي كتكون كلاس تمثل الفتاة اللي عندها شخصيه قويه فريمون ريحات ميمكنش. وانا دابا غنبارطاجي معكم عاوتاني الروايح اللي ديال الدراري واللي اختات ماما وديال جداتي حتى هي. ماما دات ثلاثه ديال لي بارفان. ماما عزيز عليها لي بارفان اللي كيكونوا هكا اشموك من بعيد ماشي اراك من بعيد. فيرست كاينه هذه 204 هذه كوكو مادموزيل كتجي بصراحه زوينه. ها نتوما ماما حماقت على هذا البارفان. اون فيت هي ريحه انا عطيتها الرشه ديالها نتوما شوفوا والله الا رشتها كت ما كاينش كاينش عاد تقاد تعكس لك ولا شي حاجه دونك هي كترشي صافي. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد انا كنت نفح بالريحه ما يمكنش حال خطيره. ها هي واعره فوالا هذا هو لو سيت غوزيل.ma. خلاص هاد الشركه راه اكبر من دوي ليها انا راه هي داويه على راسها على لومبالاج على الخدمه. راهم شركه تري بروفيسيونيل في الخدمه ديالهم. صراحه ما عندي ما نقول غير نادير ما نقدرش انني نبقى نعبر ونزوق بزاف راه غير الملامح ديال وجهي والطريقه اللي كندوي بها راه باينه وباين كلشي. ما نقدرش انا نجي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي ما عجبانيش. كاينين دوك الروايح اللي كديروهم غير الماء هادو لا دي بارفان فريمون كاليتي واعرين يعني شي حاجه على حسابي. الا ما عجبوكمش اجي ورجعوا عندي وعايروني في لي كومونتير. كاين هاد لا ريفيرونس 123 هذا حتى هو فريمون خطير. غوتشي قلتي وير 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 ريفيرونس ديالو الكود ديالو هو 123 ودخلوا البنات لو سيت راه اي حاجه بغيتوها غتلقاوها تما. اي بارفان كنتو كتقلبوا عليها كتجيكم غاليه تما راها رخيصه. هاد لا ريفيرونس 223 جو بونس هادي واقيلا اولمبيا فريمون خطيره حتى هادي. المهم انا ماما عزيز عليها لي بارفان لي هكا مجهدين شي شويه دونك هادي هادي ريحتها فنه 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 خطيره وريحتها كاني نقول لكم ديال هاد لا سيزون يعني ديال البرد. كاينه بيبيز هادي هادي ديال جداتي انا شديتها على ذواق الطق ديالها زوين في الروائح كيعجبوها الريحه هكا اللي كيكونوا باينين وكيكونوا كلاس اي تو دونك خلاص هاد لا ريفيرونس ديال 220 هادي ديال ال اف سان لوران فريمون زوينه. كاينه ال وكاينه وحده اخرى بجوج بيهم زوينين وبجوج بيهم واعرين بزاف البنات كلهم كيشكروهم. اف سان لوران محطوطه منصوطه هنايا تيقوني ولا ما تسيقونيش. هنا هادي فور مان هادي لا ريفيرونس 106 واعره عرفتي شنو هي واعره هادي الا داروها الدراري غيبقاو تابعينهم البنات فريمون كتحمق اختي. الا كان عندك هكا شي خوك وعندو شي كراش ديالو ما كتديهاش فيه قول له يدير هاد البارفان غادي تعجبو والكراش غادي تبقى تشوف فيه. 222 هادي اللي قلت لكم ديال اف سان لوران الثانيه ليبر اف سان لوران. او ماي جاد او ماي جاد انا بقوت لي رشيت الروايح ما بقى لي فين نزيد غادي نديرها هنايا ونخليوها تتبرد شويه. هادي ديال شي ام هكا اللي طيها في راسها وكتلبس انيقه ماشي غير تجوج اختي تهملي راسك مو واعره غيانا ديخ فنه. سو بيبيز كيكونوا هادو هما لي بارفان كي قلت لكم غوزيل بوين ما عندهم عروض فنه. خلي لكم في ديسكريبشن بوكس لليان ديال لو سيت الا بغيتو تكومونديو بيان سور لا ليفريزون بارتو ماروك في ما كنتو. نخليكم اي حاجه متعلقه بهم في ديسكريبشن بوكس دخلوا تمايا التعامل الريحه لي بري كلشي زوين والكاليتي الكاليتي 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 انا ما نقدرش نجي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي ما فيهاش كاليتي زوينه دونك هادشي اللي كيكون. ودابا غادي نخليكم تكملوا لا فيديو. But I just wanted to know, do you know somebody's name? You know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine. No, no, he's mine. واحد الجو ما عرفتوش مش ما عرفتوش. تدرت لشعري هذا الهير ستايل.
كل خير بديت كتنقد الشهر دابا مازال كتنقد داكشي علاش زدت هاد الشحال صك غايطير نوريكم ماي اوتفيت اول حاجه مشينا نشوفوها هي انه مشينا كنشوفوا البونج لحقاش خرج واحد البونج اللي دابا طوندونس وانه داك البونج اللي كيجي بلا سداري من التحت دونك كيجي غير هكا غير البونج بوحديتو كديروا له غير طلامط ومشينا نشوفوا حتى طبله للدار طبله هكا الماكله كانت عندنا واحد طبله ولكن ماما حيداتها ما بقاتش عجباها خدات واحد طبله واحده اخرى وحنا نشوفوا واحد المحل يلا حل تما عندهم داكشي فريمون خطير بزاف عاد بارطاجيت معكم داكشي عندهم زوين بزاف 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 بارابور زعما الكاليتي عندهم هاد الماريو بصراحة أنا في خبركم واحد الحاجة راني نادمة لحقاش طيبت الماريو عند النجار لحقاش لقيت ماريويات زويونين بحال داك الشكل اللي كنت باغية وخا حتى الماريو ديالي الصراحة زوين ولكن راكم عارفين النجار كيبقى محمقكم كيبقى مجرجركم صراحة الماريو اللهم تديوه واجد هو زعما الكوافوز لي زيتاجير وبديت البارح دوك البونجات اللي شرينا جابوهم لنا اليوم ولكن جاونا كبارين بزاف سو دابا عيطنا على مول الهوندا غادي نديوهم نرجعوهم وغادي نعاودو نجيبو واحد اخرين اللي قد البيت المرح حقاش هادو جاونا كبارين سو يا تقابل لنا داكشي صراحه غالي بزاف بعد غادي نقول لكم لي بري ديال كل حاجه وبصراحه انا متشوقه نشوف البيت المرح مقاد حقاش مش هادي ما جلسنا فيه اكثر هي كنكسو غير في الصالون بيز يلاه بنت لي واحد البيكو بدايزه وانا نعيط له هو اللي غادي يدي لينا لحقاش السيد اللي درنا معاه على وديت البيكو بلا رصاص معاه ماما البارح تليفون الصبح مطفي وحنا خصنا ضروري بونجات نديوهم دابا صو واحد البيكو يلاه دايزه وانا نعيط له قلت له مي وانا نشد النمره ديالو دابا مشى يدير لاسونس ودابا حنا كنهبطو بونجات ياه انا هي العساس دابا حضيار وصلنا صافي ردينا البونج صدقوا غلطوا لينا ماشي ديالنا ختين الكريز زوين لا الباش تيتمشى مع كلش والبيض ما كاينش البيض فرش هذاك اللون فهمتي انا بغيت البيض انا عندي لو تيم ديال البيض بيض اند هنايا مشيت كنشوف الريدو البيض قلت لكم ديك النهار غادي نشوف الريدو صراحه جيت بقيت كنقلب على الريدو اللي انا باغا ما لقيتش لو تيم اللي بغيت لقيت داك الريدو بيض سامبل واقيلا اي تانك هو اللي غادي ندير ميبي مازال ما متاكداش انا بزاف لقيت هاد الزربيات بصراحه حمقوني هكا البيت المراح وداك الشيء وانا كي ماما راه هاد الزربيه وموجده كلشي خص غير ان شاء الله يتفرج ونلقى هاد الباندات اللي ولاو طوندونس ديال الشعر صافي من بعد مشينا ناكلو نعالجو اختي المعالجه هي الاول والاساس هكا شنو ما بغيتي نصور بالتليفون شنو ما بغيتي طب انا ندير فيديو صافي نصور بالتليفون وانا ندير فيديو شنو سميتك بعدا نتشرفين بوسيري واه انا كنت كناكل قالت لي واش انت راني قلت لها لا هذا كنت كنقول ياك ما هي ياك ما ماشي هي لا انا لا لا هي لا انا في عقلي كنت فيرسين لا لا صافي انا سلام البنات شوفوا البنات تلاقيت ما اختي انت تجيك ناس كنبغيكي ربي يخليك شكرا ابونات ابونات اختي عندي له فيديو ولا تصويره ولا اللي بغيت او ماي جاد علاش غادي جاتك ستريس انا راه اكثر منك راه انا اللي كنحشم فهاد اللحظه لا الله يبارك فيك ربي يخليك المهم هذا هو البونج اللي جبناه للدار غادي نوريكم كيفاش داير المهم هذا بعدا هو الغلاف ديالو الفوقاني قاصح عشوا دار هذاك اللي عاد ولا دابا طوندونس كيكون بلا سداري من التحت دونك كتجي غير هاد البونجا وكتديروا لها الطماطه صافي وكتفرج ان شاء الله ملي غادي تفرج ماما بيت المرح راه دابا نبارطاجيه معاكم وصراحه زوين ونشري لنا ثلاثه
فوالا جايز، وهذا بونج البيض كي وريتكم. هذا هو اللي مزيان البنات، كيكون فيه واحد الطرف الشيبي من الفوق. فوالا شتو كيفاش داير، ان شاء الله الا بقينا حنا حيين بعد هذيك 20 عام. تو قولي لي بصحه في لي كومونتير، فرشت دارنا. هاي جايز، سو دابا غادي نبارطاجي معكم اشنو شريت اليوم. عرفتوا شحال من حاجه كانت ناقصاني وفريمون خديت داكشي كله اللي كنت محتاجه، ماشي كله اوف كورس، انا لاكس باغيه داكشي كامل، راه ما غيبقاوليش الفلوس. سو شريت داكشي اللي محتاجه هاد السيمانه هادي ومحتاجه هاد الايام هادي. اول حاجه شريتها هي هادي ديال الماء، فيها على شكل قليب. هادي راه البنات عارفينها خصوصا دابا في البرد، عرفتوا دابا راها سخونه مقبله وانا دايرها كتشارجا واعره، سخونه بزاف. انا هاد الايام كنستعمل غير ديك الاخرى العاديه، ديك الجلده العاديه، كاين البنات اللي كيديروا قرعه جافيل، المهم كل وحده شنو كدير اختي باش نحيدوا البرد وصافي. بصراحه هما كيسخنوا الفراش، انا شنو مولفه كندير هذيك اللعبه الاخرى اللي كتعمر بالماء، كندير الماء يسخن بزاف 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 بحال غنعمر اتاي، وكنجي كنعمرها وكنخليها في الفراش حتى كيسخن الفراش مزيان، عاد كنجي انا كنتخشى في الفراش وصافي. كنبقى شاده التليفون ودايرها حدا رجلي، مره كنطلع حدا كرشي، مره هنا، مره نسخن رجلي عاوتاني. دابا ملي خرج اليوم وانا تبان لي هذه كتبع، قلت والله حتى نشريها وصراحه غتنفعني بزاف. هذه شريتها ب 60 درهم، كتشارجا من هاد البلاصه، المهم هذا هو الشارجور ديالها، وكديروها تشارجا وكتولي هذه شاعله بالحمر. هي دايره ب 60 درهم، كاينين اوف كورس اللي غيكونوا رخاصين على حسب كل مدينه. ثاني حاجه عاوتاني شريت الضفار، لحقاش ديك نامي كنت باغا نصايب ضفاري في الدار، ما كنتش كاع الضفار اللي قدي دير، لقيت اكثر الضفار غير الكبار، يعني كنبقى ناخذ بزاف الوقت، كنبقى نبرد على حسب يدي انا صغيورين. سو شريت هادو اليوم، هادو شريتهم ب 10 دراهم، وشريت هاد الشفار هادو حتى هما ب 10 دراهم. هادو لافي ديال 3 دي، انا ما عنديش بحال هكا، عندي دوك اللي كيتلصقوا اكثر هي غير من الجلب، ولا كندير غير ماسكارا كيما بحال دابا. سو قلت غادي ناخذ بحال هكا هادو خفافين، عندي دوك الاخرين اللي كيكونوا هكا سنطا ولكن طرو شارجي، هادو شي شويه لافي ديالهم ناتوريل. هاد الفارمون ما كاينش كيبيعهم ب 15 درهم، دابا لقيتهم عند وحدين كيبيعوا لك شي في الارض في المدينه في سكاكين ب 10 دراهم، وتا هادو ما كاينش كيبيعهم لك مره ب 10 مره ب 15 على حسب. الحاجه اللي كنت محتاجاها هما الباندات، داكشي علاش اختي كيلنا. المهم البانده ب 5 دراهم، حنا واحد ماما كاينش حدانا هنا كيبيع بانده وحده بدرهم بحال هكا، هذه فيها 6 وب 5 دراهم، دونك وحده بحال كيعطيوها لكم فابور. شريت 3 وخديت هذا الكوتون لحقاش كنت محتاجاه بزاف، هذا واقيلا ب 15 درهم، نشوفوا شحال فيها، وفيها 150 واقيلا 150 وحده اللي فيها صوبلان. جيت هاد بيبي بودر لحقاش كنت محتاجه، انا اصلا كنحتاج هادي لا في الوصفات لا في ملي كنكون بحال دابا، كنكون بحال دابا كندير ماكياج وكنبغي ما يكونش داك الاضاءه تكون هكا عندي في وجهي بزاف، لحقاش انا البشره ديالي دهنيه، كندير هادي. في العاده ديالي القديمه كنت كندير هادي، لكن دابا راني شريت لوس باودر وديت هاد نيفيا، هادي سوفت، هادي تيوب زوينه بصراحه، كريم هكا اليدين، خصوصا راكم عارفين دابا البرد. صافي حتى هادي شريتها، وشريت هاد الصابونه هادي ديال الكبريت، كنت كنقول لكم شحال هادي صابونه الكبريت بيرفكت. دي بصراحه ماشي صفراء بحال هذيك اللي كنت كنشري، الاخرى اللي كنت كنشري صفراء وتهرسات. شوفوا البنات هادي كنشريوها كنحطوها فوق الطبله، زوينه بصراحه، بديك باقصه ورا بحالي. هادي دايره ب 5 دراهم ولكن تهرسات ليا، ولكن ماشي مشكل لحقاش راه مازال عندي هاد لابواط، سو غنهز هادشي ونديرو في البواطه الاخرى. وشريت هاد البارفون هادي ديال البادي بصراحه زوينه، ديال فيكتوريا سيكريت، اوف كورس راه ماشي الاوريجينال، لحقاش الاوريجينال راه ما تكونش دايره ب 40 درهم، كتكون شويه طالعه في الثمن، تكون ب 90 100، ولكن الريحه ديالها فنان البنات، هادشي ريحه هاد الفاني خطيره. بصاف كندير هادي، و دابا بصراحه كنديرها ملي كندوش، وهادي حتى هي ريحتها غزاله، هادو بجوج شميتو على ريحه فيها. سبراي حتى هو ديال الفاني تقريبا داير بحال هذيك ديال فيكتوريا سيكريت، هادي ب 25 درهم حتى هي ريحتها فنه. سو اخر حاجه هي هاد لو بيتي مارسي، صراحه هادي عامين كنت جربتو هاد لو جيل هذا الشهير، قبيله كيبان ليا محطوط قدامي، بقيت كنشوف بزاف ديال النكه فيه، ما شفتش انا واحد ناخذ، وخديت هذا اللي كان عندي. ريحته فنه البنات، واعر، ونيت غادي ندير لكم به واحد الوصفه اللي فنه 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 ان شاء الله بحول الله. دابا نديرها معكم في واحد ماروتين ديال الدوش جديده ديال البرد،
غادي نبارطاجي معكم بزاف لي زاستوس اللي فنين ودايره البيسي قدامي كنت كنتفرج فواحد لا فيديو والقطه كتمشي للبيسي نيشان الكلافي مع كيبان لها تما داك الطو ديال المرايه وكتمشي تما كتبقى تبرك على الكلافي ديال البيسي ويديها فازكين كانت في الحمام عتو شوف شوف انتما دابا راه باغا تمشي لتما الكوفوس كتغوص جلسي جلسي مالك 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 وهذا 30 درهم صوبلان قولوا لي واش تقولبت ولا ماشي تقولبت انا عارفه البنات غيقولوا لي يقدر يكون غالي يقدر يكون رخيص على حسب كل واحد والاسمينة بيبيز هنا لقيتوني كنت كنخوي هادوك لي زيطاجير وبديت كنست في هادوك الاخرين اللي فوق راسي صراحه ما عرفت شنو ندير فيهم اقترحوا عليا في لي كومونتير قولوا لي شنو ندير فيهم جوره كاملين عمروا ليا خصني ندير شي دويره في هاد البيت هذا ونقص داكشي اللي ما عندي ما ندير به هنايا صافي ست في هادكشي كامل اللي كنت يلا شريت واللي كان عندي اللي كديرها في المجوره ايوا هنايا صافي لقيتوني كنوجد لا كوموند ديال البنات باش نصيفطها لهم في امانه راه كنقول لكم ديما راه عندي لاباج ديالي ديال البيع جبت الكتاب ديالي لان انك الله جبتو باش هادي نبدا نقراه ان شاء الله بحول الله ونتلاقاو في لا فيديو جاي باي.